أهلا بكم مشاهدينا الكرام. استنكرت المنظمات الحقوقية الوطنية الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس في ثلاث قضايا كبرى لشهداء الثورة وجرحاها، وهي قضية شهداء وجرحى الثورة بتونس الكبرى وبنزرت وزغوان ونابل وسوسة والمنستير، وقضية شهداء وجرحى تالا والقسرين والقيروان وتجروين، وقضية شهيد صفاقس وجرحاها. تواصلت ردود الفعل إزاء الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس مؤخرا في ثلاث قضايا كبرى لشهداء الثورة وجرحاها. المنظمات الحقوقية، منها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، أدانت بشدة هذه الأحكام وعبرت عن مساندتها المطلقة لعائلات شهداء الثورة وجرحاها. الأحكام اللي صدرت كانت مخففة، كانت أحكام لا تتماشى وفداحة وبشاعة الجرائم المرتكبة. يعني الحقيقة وقع توظيف، في اعتقادنا وقع توظيف القضاء، وهذه الأحكام سيكون لها سيء الأثر على المسار، في اعتقادي المسار السياسي. احنا طالبوا اولا لابد التحرك، البيانات ما تكفيش، لابد التحرك الجدي حتى تقع إعادة هذه المحاكمة بطبيعة الحال، يعني الحكم هذا قابل للطعن. ايضا لابد من طرح هذا الملفات الشهداء والجرحى على العدالة الانتقالية، ولابد من تكوين الهيئة الحقيقة والكرامة في أقرب وقت ممكن. حكم هذية ما هوش مفهوم، يعني إنسان يقتل، معناها عاون يقتل بشر بشتاير بسلاح، يتقال بعد قتل على وجه الخطأ وإلا يتقال عنف أدى إلى الموت. الحقيقة ما فهمناهش. نعتبروا اللي المفروض النيابة العسكرية تعقب معنا القرار هذي الاستئنافي، ونتمنى أن محكمة التعقيب تاخذ الموقف القانوني السليم باش يرجع يتحكم فيه من جديد قدام دائرة استئنافية أخرى. ردود الفعل إزاء هذه الأحكام صدرت كذلك عن لسان دفاع المتهمين. الأستاذ عبد الكافي قال إنه سيطعن في الحكم الصادر في حق علي السرياطي مدير الأمن الرئاسي الأسبق. أنا محامي تاع أهم المتهمين في القضية هذه، القضية أنا محامي وزير الداخلية، محامي مدير العام للأمن الوطني، محامي جلال بودريقة، محامي خالد بن سعيد، محامي علي السرياطي. معناها الملف هذايا، معناها الجوانب نتاعو الكل عندي ونعرف علاش نتكلم، ما نمتش واحد. الحكم فيه في بعض الحالات كان مقبول بين ظفرين، في حالات أخرى مش مقبول. أنا مش نطعن بالتعقيب في الحكم هذايا في حق علي السرياطي، لأنه اتصل بيا ولده وطلب مني مش نعقب. فيما يخص منوبية الأخرين، وقت اللي يتصل بيا منوبي ويقول لي راني مش راضي على الحكم باش نعقب. ثلاث قضايا كبرى لشهداء الثورة وجرحاها صدرت فيها أحكام في الطورين الابتدائي والاستئنافي، المتهمون فيها الرئيس المخلوع ووزير الداخلية السابقان وإطارات أمنية. أحداثها خلفت 67 شهيدا وأكثر من 700 جريح.